أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نعرف أن في الجنة كل شيء يريده العبد يعطاه، ولكن جاء في الحديث أن لكل رجل من أهل الجنة زوجتان، كيف نجمع بينهما؟ وهل يعطى من يريد أكثر من زوجتين؟ الله أعلم. نحن قلنا لكم ونقول لكم ما نتكلم في أمور الآخرة إلا بدليل، لا ندخل في هذه الأمور ولا تسأل عنها أنت. نعم، خذ بالأدلة فقط، اتبع الأدلة فقط. نعم.